أهلا بكم. سلطت مذبحة مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية التي قضى فيها أكثر من 124 من مرضى وباء كورونا، سلطت مزيدا من الضوء على نهج الإبادة الجماعية المستمر في العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم، حيث اتخذت هذه الإبادة التي بدأتها قوات الاحتلال الأمريكية وأكملتها لاحقا الميليشيات وفرق الموت الخاصة في محافظات المقاومة الوطنية العراقية، اتخذت صورا مختلفة من تسوية مدن كاملة بالأرض إلى قصف عشوائي للتجمعات السكنية إلى تغييب قسري في السجون السرية والعلنية التابعة للميليشيات والاغتيالات المنظمة للكفاءات والطاقات وضباط الجيش السابق والصحفيين والناشطين، وكل الأصوات والأقلام الوطنية التي رفضت وناهضت الغزو الأمريكي وعمليته السياسية. تواصل عملية الإبادة الجماعية في العراق في ضوء مذبحة مستشفى الناصرية الأخيرة التي ذهب ضحيتها 124 من مرضى وباء كورونا، وموقف المجتمع الدولي من نظام الميليشيات في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: ألا يعد القتل الجماعي شبه اليومي في المستشفيات الحكومية وغيرها من المرافق إبادة جماعية ممنهجة للشعب العراقي؟ وهل فعلا أن الأسباب الوحيدة لهذه الإبادة الجماعية هو الفساد الحكومي وسوء الإدارة كما تقول القوى السياسية؟ وكيف ينظر المجتمع الدولي لهذا الإرهاب المتنامي والمستمر ضد الشعب العراقي الذي تمارسه الميليشيات وفرق الموت والأحزاب الطائفية الفاسدة؟ ألا يعد دعم المجتمع الدولي لمنظومة الميليشيات الحاكمة في العراق مشاركة أصيلة وحقيقية في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب العراقي؟ وهل الثورة الإدارية في العراق التي تحدث عنها الكاظمي كفيلة بإنهاء الفساد وسوء الإدارة وإيقاف عجلة الموت اليومي متعدد الصور والأشكال؟ ومن سيوقف دوامة الموت اليومي إذا كانت الميليشيات وفرق الموت وعصابات الجريمة المنظمة هي الحاكم الفعلي للعراق الجديد؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، ثامر العلواني، صباح المختار. لا تعني الإبادة الجماعية بالضرورة اتباع سياسة الأرض المحروقة ضد منطقة ما، فلقد تكون باتباع سياسة البلد المحروق عندما يحوله المسؤولون إلى مقبرة جماعية للسكان. تنوع أسباب الموت في العراق تشي بأن البلاد تحولت إلى مأتم كبير يندب القتل بأساليب مختلفة، مرة بالحرب المباشرة ومرة بالاغتيالات والخطف ومرارا بالتجويع والحرائق وتمكين اليأس في نفوس السكان، فتكثر عمليات الانتحار بين الشباب. بالأمس مستشفى الحسين بالناصرية، وقبله مستشفى ابن الخطيب في بغداد، وفي الغد لا يعلم أين. حرائق في أكثر الأماكن التي من المفترض أن تكون عالية التجهيز ضد الكوارث. قتلى بالعشرات وجرحى بالمئات يدفعون ثمن الإهمال والفساد، فإذا كان هذا الحال في المستشفيات فكيف بغيرها؟ ومن حريق المستشفيات إلى التلوث البيئي وتسمم المياه، حيث شهدت مراكز الصحة في البصرة عشرات الآلاف من حالات التسمم بالمياه الملوثة في عام 2018. وأكثر الطرق غرابة في قتل العراقيين بالفساد والإهمال الحكومي محاصرة العاطلين عن العمل بقطع كل أسباب أرزاقهم وتركهم بعد ذلك فريسة للمخدرات أو دفعهم إلى الانتحار. ولتكتمل فصول المأساة، فإن كل ذلك يجري في ظل دولة تحكمها ميليشيات تتولى القتل المباشر وتترك للسياسيين مهمة القتل غير المباشر للسكان عن طريق الفساد. أوضح ما يصف واقع العراق هو أن المواطنين يمشون وسط غابة ألغام مظلمة، ومع كل خطوة ينتابهم الشعور بالخوف من مصير مأساوي ينهي حياتهم.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في نهج الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب العراقي منذ العام 2003 في ضوء ما جرى من مذبحة في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية التي قضى فيها أكثر من 124 من الراقدين من مرضى وباء كورونا، وموقف المجتمع الدولي من هذه الإبادة المستمرة والقائمين بها أو الذين المتهمين بها. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وسيكون معنا طبعا كلهم عبر سكايب، سيكون معنا عبر سكايب من لندن الأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. إياكم الله. أهلا وسهلا. نبدأ مع دكتور رافع. دكتور، هذه الحوادث أو الفواجع كالتي جرت في مستشفى الناصرية، المستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، واللي قضى فيها أكثر من 124 من الراقدين من فيروس، المصابين بفيروس كورونا، وهناك لحد الآن حقيقة جثث متفحمة لم تخلى لحد الآن، وقبلها أيضا ما جرى في مستشفى ابن الخطيب في شهر نيسان الماضي، وقتل فيها أو استشهد أو توفي فيها حوالي 90 ضحية. هذه تعد حوادث تجري نتيجة الفساد وسوء الإدارة، وهذا ما اعترفت به الحكومة ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، نتيجة فساد وسوء إدارة على غرار ما يجري في بقية دول العالم، خاصة المتخلفة ذات الأنظمة الإدارية الهشة أو المتهالكة أو المتهرئة. لماذا يحمل الأمر أكثر من هذا على أنه إبادة جماعية ممنهجة ومخطط لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم، أولا أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. في بداية الحديث وأقول لك أنه هذه القضية يعني ليست طارئة، ليست جديدة على هذا النظام منذ عام 2003 لحد الآن. هذا المسلسل منذ عام 2003 لحد الآن، عدد الذين قتلوا في العراق سواء برصاص الاحتلال الأمريكي أو برصاص الميليشيات أو بالقتل عمداً، بالخطف، بالذبح، بكل شيء، أكثر من 2 مليون مواطن لحد الآن. استهدفت الكفاءات، استهدفت كل العقول، كل القدرات في العراق استهدف بالفساد وبالخراب وبالطائفية. فكل هذه بالنتيجة ستؤدي إلى معادلة واضحة: كل هذا الخراب، كل هذا الفساد، كل هذا القتل، التدمير يؤدي إلى نتيجة واحدة، أن هناك إبادة جماعية. والإبادة الجماعية لا أقصد بها فقط البشر والحجر وكل شيء في العراق يتعرض للإبادة الجماعية. أقول أيضا أنه في كل بلدان الدنيا، الحكومات تسعى إلى توفير الأمن والأمان للمواطن أولاً، وتوفر له صحة جيدة، تعليم جيد، خدمات جيدة. هذه الأربع نقاط غير متوفرة في العراق منذ عام 2003 لحد الآن. 18 سنة المواطن يخرج إلى الشارع يطالب بها، ويقتلونه ويخطفونه ويعذبونه ويتهمونه باتهامات كبيرة. فبالتالي نحن أمام كارثة كبيرة الحقيقة. قبل يومين أو يوم أمس ظهر على الشاشة أحد الذين يدعون أنه يعني يعترف باعترافات حول قتل أحد الناشطين، وإذا به ضابط من الداخلية. فبالتالي أنت تسأل نفسك، في بلد إذا كانت أجهزة الأمن متهمة بقتل الناس، فأين المواطن يذهب؟ بمن يلوذ لكي يوفر الأمن لنفسه؟ إذا كان في بلد المستشفيات هي التي تعالج ويذهب إليها المواطن ويموت فيها وتقتله، فأين يذهب المواطن؟ إذا كان الماء يروي الناس والناس تشرب الماء وإذا بها المياه ملوثة وتقتلهم وتأتي لهم بالأمراض والكوارث. وهكذا خذ قيس على ذلك بلد من أغنى البلدان في العالم، موارد ملياريه، وبي أكثر من 12 مليون تحت خط الفقر يأكلون من المزابل، ببطالة حوالي 8 ملايين عاطل عن العمل. بالتالي أنت أمام كارثة توحي أن هناك إبادة جماعية مصممة بطريقة بخطة محكمة
تؤدي للوصول إلى هذه النتيجة. فنحن لا نتكلم عن ظواهر قد تحدث في هذا البلد وفي هذا البلد، يعني قد يحدث قتل في هذا البلد أو ذاك البلد، لكن هي حوادث فردية وتحدث كل 10 سنوات، كل سنة مرة، كل 5 سنوات، قد تحدث بالصدفة، قد تحدث بسبب خطأ معين، لكن نحن نعاني من هذه القضية في كل يوم وليلة. يعني نصحى الصباح فنجد الأخبار مصيبة كبيرة، لا يمر يوم مساء أو صباحا إذا ماكو كارثة بالعراق. فبالتالي ملايين الناس راحت، 2 مليون مواطن انقتل لحد الآن، والفواجع مستمرة لن تنتهي. هذا هو هي هذه الفكرة من هذه القضية. إذن الإبادة مصممة، وعلينا أن نقول إبادة جرمانية. وكأنه هناك الآن نهج جاري بإحراق المستشفيات. طبعا يوم أمس كاد مستشفى أو أحرق مستشفى الحبوبي في الناصرية، مستشفى في النجف أيضا جرت محاولة لإحراقه، إحراق مراكز صحية هنا وهناك. وهذه الصفحة الحقيقة تأتي بعد إحراق مزارع حنطة وشعير، إتلاف الأسماك، إسقاط وتفجير أبراج الناقلة للتيار الكهربائي. دكتور ثامر العلواني، الحكومة رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح تحدث أنه هذا الفساد وسوء الإدارة هو المسؤول عن هذه الكارثة والتي قبلها وبقية الكوارث. تعتقد فقط أن الفساد وسوء الإدارة هو المسؤول عن هذه الفواجع والكوارث، أم أن هناك أسباب أخرى غير الفساد وسوء الإدارة؟ تحية لك أستاذ ماجد ولضيفيك الكريمين. أهلا وسهلا. فحقيقة ما صرح به رئيس الحكومة وكثير من زعماء الأحزاب والسياسيين هذا أمر جزء من الحقيقة. هناك فساد إداري ومالي مستشري في البلاد منذ 2003 وإلى يومنا هذا، وهو سبب من أسباب الفاجعة التي رأيناها في مستشفى الحسين وقبلها في مستشفى ابن الخطيب والمصائب التي تمر على العراق يوميا. ولكن الحقيقة هذا الفساد الإداري لماذا أتى؟ النظام في العراق أصبح حقيقة هو خطر على العراق وعلى الشعب العراقي وعلى المنطقة وعلى حتى على العالم، لأنه بالتالي أي خطر في العراق ثم المنطقة يكون تأثيره على العالم جميعا، لأن هذا النظام في العراق هو أساس المشكلة. لأن كل حكوماته وأحزابه وميليشياته هو للأسف أصبح يوصف بنظام دموي، لأنه بالنسبة للشعب العراقي لم يترك شيء في العراق، لم يترك مؤسسة، لم يترك أي مكان إلا وجعله آلة لقتل العراقيين. النظام القائم بالعراق صار يشن حرب إبادة جماعية على الشعب العراقي كما ذكر أستاذ دكتور رافع قبل قليل. هذه الحرب الإبادة الجماعية تسير بلا هوادة. أصبح هدف النظام القائم في العراق هو تدمير البلاد. هذا الهدف أصبح واضح ولا يخفى لا على عراقي ولا على متابع ولا حتى على دول العالم. وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم استمرار إزهاق مئات الأرواح من العراقيين يوميا، وعدم التفرقة بين من تزهق أرواحهم إن كان طفلا أو رجلا شابا امرأة. الجميع هم الآن مستهدف، الكل أصبح مستهدف من قبل هذه الميليشيات، من قبل هذه الحكومات بسبب العملية السياسية. أماكن المفروض أن تكون هذه الأماكن هي تداوي العراق، هي تداوي أو تخفف معاناة العراقيين، أصبح العراقي يستهدف فيها. لأنك عندما تدخل إلى المستشفى يجب أن تجد رعاية حقيقية، لا أن تخرج الجثث متفحمة. هذا للأسف المستشفيات اللي هي أصل شفاء المرضى والتخفيف عن معاناتهم أصبحت أمر طبيعي أن تكون مكان لحرق العراقيين. في هذا الأمر يمكن أن نرى الصورة الحقيقية التي يمر بها العراق. فالمتابع يجد أن الأمر واضح، أنه ليس فقط بسبب الفساد المستشري، هذا جزء من الحقيقة. المشكلة الأساسية في أن العملية السياسية هي أساس المشكلة وهي تهدف إلى تدمير العراق. ما جرى في العراق هو ويجري هو استهداف ممنهج للشعب العراقي عن طريق الأحزاب، عن طريق الميليشيات. ولذلك لا يمكن أن تتوقف هذه الجرائم بحق الشعب العراقي، ولا يمكن أن تتراجع إلا بإنهاء النظام السياسي، لأنه المسؤول عن هذه الجرائم بالكامل
هو النظام السياسي وما خلفه وما تركه من أحزاب وميليشيات أصبحت تستفرد بالواقع العراقي. نعم أشكرك أستاذ صباح. أولا مساء الخير. خير. يسمعني؟ أسمعك. ماشي. أسمع. نعم. أهلا وسهلا. الحكومة النظام يدفع عن نفسه تهمة الإبادة الجماعية أو القتل المتعمد أو المقصود بأن هذه حوادث حدثت نتيجة الفساد الحكومي، الحكومة تعترف، نتيجة سوء الإدارة، نتيجة الإهمال، نتيجة عدم تولي الكفاءات أو الاختصاص لمواقع ومفاصل المسؤولية في المستشفيات الحكومية طبعا ويعني غيرها. بهذه الحالة هذه الجرائم حتى وإن كانت على شكل مجازر 124 بالناصرية 90 في بغداد بن الخطيب تعتبر يعني لا تذهب إلى قانونيا إلى قضية جريمة، وأن من قام بها مجرمون وإنما قام بها مخطئون، هناك خطأ، هناك سوء إدارة. أتكلم من ناحية التكييف القانوني. شكرا على الاستضافة. أولا أعتقد أنه إحنا بحاجة إلى التفرقة بين الأسباب التي تؤدي إلى هذه الجرائم والأحكام القانونية المتوافرة حول هذا الأمر. نعم. جانب الثالث هو إمكانية تطبيق تلك الأحكام. بالنسبة للأسباب تكرم الدكتور ثامر والدكتور رافع بالحديث عنها، الفساد والميليشيات وسوء إلى آخره من كل القضايا اللي نعرفها. بالنسبة للقضايا القانونية سأتحدث عن الجانب الدولي بالإضافة إلى هناك الجوانب القانونية العراقية. نعم. ولكن أستأذن قبل أن أبدأ، هناك قضايا مبدئية إحنا بحاجة طبعا إلى أن نفهمها في هذا المجال. نعم. وهي أن الدول الأجنبية لا يهمها لا العراق ولا الشعب العراقي، وهذا يشمل الدول الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وبقية الدول الأوروبية واليابان والصين، كما أنه يشمل. أستاذ صباح خليني أستأذنك آني، اسمح لي، أنا أشكرك وهذه نقطة مهمة وجوهرية سنتطرق إليها في سياق هذه الحلقة، لكن أريدك تحدثنا فقط عن القضايا القانونية حتى نأخذ المسألة بشكل منهجي نقطة بعد نقطة. بالنسبة إلى شكل المنهج. نعم. يعني العفو ما سمعتك بوضوح. نريد أن نتحدث عن تكييف قانوني لهذه الجرائم، هذه طيب. حوادث بسيطة يعني يعالجها قانون إداري أن هناك موظف متسيب مهمل أكو هناك سوء إدارة، أم أنها تندرج تحت عنوان جرائم يعالجها القانون على أن من تسبب بها مجرمون يجب أن يحاكموا وفق هذا القانون، ذو الضحايا كيف يحصلون ينصفون، كيف ينصفون ذوي الضحايا فقط بأنه بعقوبة إدارية بنقل هذا الموظف أو يسوي له خصم شهرين أو ينزل درجة وظيفية؟ أولا هناك مستويين، المستوى العراقي الداخلي. نعم. ما جرى وما يجري الآن هو مخالف لأحكام الدستور العراقي الحالي ومخالف للقوانين العراقية الموجودة مثل نعم. قانون الصحة وقانون رعاية المرضى وكثير من القوانين الداخلية. نعم. على المستوى الدولي هناك على الأقل 14 وثيقة دولية تجعل الحكومة الموجودة في العراق مقصرة تجاه العراقيين. نعم. أولا ميثاق الأمم المتحدة عام 45، دستور منظمة الصحة العالمية عام 46، الميثاق الاجتماعي الأوروبي عام 91، اتفاقية دولية على جمع أشكال التمييز العنصري بال 65، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 66، هناك اتفاقية مناهضة التعذيب، هناك البروتوكول للاتفاقيات الأمريكية، هناك اتفاقية حقوق الطفل عام 89، هناك اتفاقية منظمة العمل الدولية اللي تشمل العاملين وتشمل رعاية الناس، هناك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006. هذا ما يحصل في العراق الآن، سواء كان في مستشفى الحسين في الناصرية أو مستشفى ابن الخطيب في بغداد، تتناقض مع كافة هذه الوثائق، وهذه الوثائق تجعل الجهة المسؤولة عنها هي الحكومة العراقية. ومفهوم الحكومة العراقية يعني رئيس الجمهورية العراقية، رئيس الوزراء العراقي، والمسؤولين المختصين في هذا المجال، وزير الصحة وغيره، بالإضافة
إلى أعضاء البرلمان. البرلمان العراقي بموجب الدستور العراقي مسؤول عن ضبط عمل السلطة التنفيذية، يعني رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء. البرلمان العراقي لا يقوم بهذا الواجب، السلطة التنفيذية لا تقوم بهذا الواجب. وهناك الجانب الثالث وهو السلطة القضائية. في العالم كله هناك سلطة قضائية واجبها أن تحمي تنفيذ القانون، ومن يخالف القانون تستدعيه للمحاكمة والعقاب. القضاء العراقي كأنه غائب عن هذا الأمر. هذه الجرائم التي ترتكب بغض النظر سواء كانت من الميليشيا ولا نكاية ما أعرف منه، ولا كانت لأسباب طائفية ولا لأسباب عنصرية أو مادية أو سرقات، بغض النظر عن الدافع مالها، هذه الجرائم تخضع إلى أحكام القانون الداخلي اللي ذكرتها الدستور والقوانين هذا، وتخضع إلى أحكام القوانين الدولية العراق اللي موقع عليها كافة اللي ذكرتها أنا 14 وثيقة اللي العراق موافق عليها. فالجريمة موجودة، المسؤولين محددين بموجب القانون العراقي والقانون الدولي. المشكلة التي لدينا هي من الذي يطبق هذا القانون، لأنه القضاء العراقي لا يريد تطبيق القانون الداخلي، وليس وأكاد أجزم أنه حتى ما يعرفون القانون الدولي. المشكلة الثانية اللي عندنا هي كما ذكرت اللي بديت أبدي بها على مسؤولية الدول الأجنبية، نعم، وهي ممكن نتحدث عنها، نعم، في الوقت اللي تريد أنت. أشكرك، سنتحدث عنها أكيد بعد هذا الفاصل القصير الذي سنتوقف فيه، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا لهذه الليلة في طاولة حوار عن حلقة أو نهج الإبادة الجماعية المستمرة في العراق منذ عام 2003. فابقوا معنا، سنعود بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في دوامة القتل اليومي والإبادة الجماعية المستمرة في العراق منذ عام 2003. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور ثامر العلواني والأستاذ صباح المختار. دكتور رافع الفلاحي، عقب الفاجعة أو المذبحة التي حدثت في الناصرية، تحدث الكاظمي عن أن العراق بحاجة إلى ثورة إدارية لإعادة هيكلة الدولة العراقية، وأصبحت الآن حتمية وضرورة، وهي طبعا الكافية هذه الثورة بإنهاء كفيلة عفوا بإنهاء الفساد وسوء الإدارة المستمر، وبالتالي إيقاف عجلة الموت. تعتقد أن القضية فقط محصورة بسوء الإدارة والفساد؟ هل الثورة، من سيقوم بهذه الثورة الإدارية إذا كان كل الطبقة السياسية من 2003 إلى اليوم متهمة بالفساد، وهي من أوصلت أو من هشمت هذه الدولة العراقية ومنظومة المنظومة الإدارية فيها؟ طيب متى ستكون هذه الثورة 18 سنة الآن منذ التغيير إلى اليوم؟ هذه الثورة هل لها أفق؟ هل لها فرص قد تنجح؟ أستاذ ماجد، الحقيقة في كل أحاديثهم في كل تصريحاتهم يريدون أن يبعدوا الشك أو يريدون أن يبعدوا الحديث عن فشل العملية السياسية، عن أن العملية السياسية هي أساس الخراب، أن الخلل البنيوي يكمن في العملية السياسية في هذا الدستور العقيم هذا الكسيح الذي يحكمون به. لا يريدون أحد أن يتحدث في هذا، لأنه في هذا حياتهم وفيه حكمهم، فيه كراسيهم، فيه فسادهم. فبالتالي هم يتحدثون عن قضايا يريدون أن يوحوا أنه هناك أخطاء معينة وتصلح، هذه يحتاج لذلك يتحدثون عن إصلاح، لا يتحدثون عن تغيير. دائما الحديث نصلح إصلاح وإصلاح،
وكأنهم لا يعرفون أن المواطن العراقي يعرف أن الإصلاح يتطلب إرادة سياسية ويتطلب دعم شعبي، واثنينهم غير موجودة. والإصلاح لماذا؟ لمنظومات خربة، لعدم وجود دولة طوال 18 سنة، ومنظومات منهارة، لا خدمات، لا أمن، لا صحة، لا اقتصاد، لا سياسة. كل هذه لا سيادة، لا استقلال. فبالتالي أنت أمام كارثة كبيرة. أنت تتحدث عن تصريحات للكاظمي، وفي نفس التصريحات الكاظمي هذا اللي يتحدث عن ثورة إدارية، وكأن القضية هي قضية خطأ إداري هنا وخطأ مدير عام هناك وخطأ وزير هنا، ولا وليست هي الكارثة بالمنظومة كلها. يقول الكاظمي أيضا، يقول أن الوطنية، وهو يتحدث عن مستشفى الحسين بعد الفاجعة، يقول أن الوطنية لا تتقبل فكرة أن يتعمد العراقي قتل أخيه من أجل هدف سياسي. طبعا في هذا هو يتهم الأحزاب السياسية والقوى السياسية بأنها هي المسؤولة عن قتل الناس في المستشفيات، هذا واحد. وبغض النظر عن هذا الموضوع، لكن أنت عندما تسمع هذا الكلام تسأل نفسك وأنت كمواطن عراقي، طيب هذه الوطنية هل تتقبل فكرة الفساد هذا المستشري بالعراق منذ 18 سنة واللي أهلك كل شيء في العراق؟ هل تتقبل أنه البلد غني كل هذا الغنى وبي أكثر من ثلاثة أرباع من الفقراء و12 مليون تحت خط الفقر؟ هل تتقبل أن تتحول المستشفيات إلى بوابات للمقابر؟ هل تتقبل فكرة الوطنية هذه العشوائيات وهذا الخراب وهذا الدمار وهذه السرقة وهذا القتل وهذه ولذلك الرجل تحدث دكتور، ولذلك الرجل تحدث عن حتمية ثورة إدارية تصحح كل هذا التشوه. طيب عندنا مشكلة بالصوت ويا دكتور رافع. كل هذا فإذا الأساس هو أنه إحنا فكرة وطنية غير موجودة عندنا، إطار وطني غير موجود. فأنت تتحدث عن فكرة غير موجودة وكأنها موجودة وتريد للناس أن يصدقوا أنها موجودة. ما عاد الناس يقبلوا بهذه الفكرة، الفكرة أنه إحنا بلا دولة، العراق بلا دولة، العراق. طيب ما الذي دكتور ما الذي يمنع الشروع أو البدء بهذه الثورة الإدارية التي صارت حتمية وليس ترفا ولا رفاهية؟ الثورات الإدارية تقوم على أسس ثابتة، تقوم على نظام وطني، نظام ثابت عقلاني، على خطة ثابتة ومدروسة وعقلانية، وشارك فيها الشعب وشارك فيها السلطة، شارك فيها كل أفراد الناس والكل مقتنعين بها. الثورة الإدارية لا تقوم على جهة معينة. إذا الخطأ هو بثورة إدارية، نحتاج ثورة إدارية. نعم نحتاج ثورة إدارية، لكن متى نحتاجها؟ نحتاجها عندما تكون الأدوات متوفرة، عندما تكون الإرادة السياسية متوفرة، عندما يكون هناك شعبي هذه الثورة. هذه غير موجودة. الناس تعرف أن هذه الحكومات وهذه المنظومة خاربة وفاسدة ومزورة، وتضحك على الناس وتسرق أموالهم وتقتلهم في المستشفيات، تقتلهم في الشوارع، تقتلهم. الإنسان ما آمن على نفسه لا بالشارع ولا بالجامع ولا بالكنيسة ولا ببيته ولا بعمله ولا في أي مكان. تخطف الميليشيات وتقتل والناشطين يقتلون، وبالتالي هذه فكرة الوطنية اللي تتحدث عنها لا تتقبل أي شيء، ما عاد تتقبل لأنه هي غير موجودة. فأنت تتحدث عن نظام خالي من هذا الإطار، نظام سائب، نظام ميليشياوي، نظام عصابات يحكم العراق، وهذا هو الواقع. نعم. لكن هذا تقول لي هل وجد لوحده هكذا نزل علينا بالباراشوت؟ لا، هذا المجتمع الدولي يريد هذا. أشكرك، هذه نقطة مهمة. اسمح لي نحيلها على دكتور رافع. يعني واحد. إيه تفضل. نعم. تفضل دكتور. مثل ما قال الأستاذ، قال إنه دول العالم لا تهتم للعراقيين ولا تهتم للعراق، قولة صحيح جدا، لأن هؤلاء صمموا نظام مصالحهم به محفوظة ولا يهمهم ماذا يحصل بالعراق. من يحكم فاسد. نعم. خراب دمار لا يهمهم، ما دامت المصالح مضمونة وما دام الأمر بيد حكومات يؤيدها المجتمع الدولي، هذه الحقيقة. أشكرك. نعم. في الوقت اللي راح نروح به الدكتور ثامر العلواني، حتى بس الأخوة يستثمرون يضبطون الصوت ويا دكتور رافع، لأن الحقيقة نسمعه ولكنه ليس بالجودة المطلوبة. دكتور ثامر، المجتمع الدولي أوصلنا طبعا دكتور رافع، المجتمع الدولي ملأ الدنيا ضجيجا وجلبة وعويل على مناطق تجري فيها إبادة، عملية فصل عنصري، جرائم ضد الإنسانية،
سواء في المنطقة العربية وغيرها، بينما هذا المجتمع الدولي لحد الآن ساكت على ما يجري في العراق. في العراق هناك إجماع على توصيف ما يجري في العراق على أنه إبادة جماعية، قتل ممنهج مختلف الصور والأشكال منذ 2003 إلى اليوم، لكن هذا المجتمع الدولي صامت ساكت، بل إنه الحقيقة دعمه لهذا النظام الميليشياوي لم يتوقف، يعني على الأقل أخلاقيا سياسيا هذه القضية كيف تفسر؟ فقط أريد أن أرجع إلى ما يعني أساس الحلقة، اللي هو خلينا نقول بسبب فاجعة مستشفى الحسين نحن اختار، يعني جنابكم الكريم اختار هذا الموضوع. نعم. فاجعة مستشفى الحسين وقبلها فاجعة ابن الخطيب طبعا فاجعة كبيرة وأليمة جدا، لا يمكن أن نصفها بالكلمات، وإنما الشعور بحقيقة الألم هو رأيناه بصرخات أهالي المكلومين بإحساسهم بفقدهم أغلى ما يملكون، الأب، الأخ، الابن، الصديق، الحبيب. هذه الصورة استطاع العراقيون أن ينسلوها للعالم جميعا، للأنظمة العالمية التي تدعم النظام السياسي في العراق والتي تدعم الحكومات والأحزاب والميليشيات في العراق. وللأسف هذه كان المفروض أن تشعر هؤلاء، ولكن مثل ما ذكر الأستاذ صباح المختار، نعم، أن هؤلاء ضمائرهم ماتت، لا يهتمون ولا يشعرون بآلام العراقيين، ولذلك هم مستمرون في جرائمهم. المجتمع الدولي لا يلتفت إلى العراق لأنه مشترك في الجريمة، ونحن في هيئة علماء المسلمين كان بيان الهيئة واضح بأن المجتمع الدولي هو مشترك في الجريمة لأنه لا يلقي بالا لجميع جرائم الإبادة التي تجري في العراق. وفي بيان الهيئة أيضا أكدنا على أن ما يجري في العراق ومستشفى الحسين وقبلها مستشفى ابن الخطيب هي جرائم ممنهجة، جريمة مركبة، لأنها هذه الجريمة تأتي من عدة أمور. أولا، كيف تؤسس مستشفى من مواد سريعة الاشتعال ولا يوجد فيها أنظمة السلامة الضرورية العامة؟ بمعنى أنه حتى وإن كانت هذه المستشفى صممت في طريقة سريعة، دكتور اسمح لي حتى بس السبب ذكر. نعم. المدير صحة ذي قار الجديد المعين جديد قال لأنه الإصابات كثيرة، إصابات كورونا، المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية فقدت قدرتها الاستيعابية، فاضطررنا لهذا الأسلوب من البناء مستشفيات كرفانية. ولذلك أنا قلت صحيح أنها أتت للضرورة، ولكن هل هذه الضرورة حتمت عليهم أن يبتعدوا عن كل الأنظمة الضرورية التي يجب أن تتوفر في كل المستشفيات؟ نعم. 20 كرفان لا يوجد فيها إلا بابان أخي الكريم. نعم. باب مغلق وباب مفتوح، من حاول أن يهرب من الباب الخلفي من النار أحرق وتفحمت جثتهم على الباب الذي هو المفروض أن يكون باب للخروج الثاني. كيف لمستشفى من 20 كرفان تتكون لا يوجد فيها أبواب طوارئ؟ نحن نتكلم عن شركة صغيرة تجد فيها عدة أبواب للطوارئ، هذه المستشفى التي أسست لم يكن فيها باب للطوارئ. أمر آخر، من أنشأ هذه المستشفى هي العتبات الحسينية، إدارة العتبة الحسينية. إدارة العتبة الحسينية هل تملك الخبرة لأن تنشئ مستشفيات بهذا الحجم؟ أين الأنظمة السلامة العامة؟ أين الأنظمة الاستشعار للحرائق؟ كل هذا لا يوجد. ووزارة الصحة نفسها اليوم صرحت بأن الكرفانات والمستشفى الذي بني هو غير صالح ولا توجد فيه أنظمة السلامة العامة. كيف يعطى هذا المشروع لجهات غير مختصة؟ هذا أولا. كيف يمكن أن نبني مستشفيات بهذا الحجم لاستقبال مئات المرضى وهي لا تخضع إلى أنظمة السلامة العامة؟ معناها أننا نحن نريد أن نحرقهم من أجل أن نعطي الملايين الدولارات لجهة معينة. فإذا أخي الكريم، هذه فعلا جريمة منظمة، لأن وزارة الصحة من الأصل هي كانت تعلم أنها غير صالحة لهذه المستشفيات لاستقبال المرضى، ولكنها سكتت على مر الأشهر الماضية ووافقت على أن استمرار عمل هذه المستشفيات، وبالنتيجة رأينا الحريق الذي حصل.
قبل قليل سألت الدكتور رافع عن موقف الكاظمي. الكاظمي أي ثورة هو يريد أن يقوم بها؟ نعم. الكاظمي هو أحد المشتركين في الجريمة. نعم. لأنه عندما ارتكبت جريمة مستشفى ابن الخطيب وراح ضحيتها 200 ما بين محترق ومتفحم ومصاب، هو وعد بأنه سوف يراجع جميع أنظمة السلامة في المستشفيات. نعم. ولكن للأسف لم يستطيعوا أن يقدموا خطوة واحدة بهذا الاتجاه، لأنهم لا يستطيعون أن يحاسبوا أي جهة، لأن الجميع واضح مشترك في هذه الجريمة وبما فيهم الأنظمة العالمية التي ممكن أن يتطرق لها الأستاذ المختار. أشكرك. كما وعد. نعم، وهذا السؤال له الأستاذ صباح. نتحدث عن مجتمع دولي دعم هذا النظام، سنخصص طبعا أمريكا وإيران. منذ 2003 يعني هاتان الدولتان لا زالتان تقدما الدعم الكامل لهذا النظام الميليشياوي المتهم بارتكاب هذه الإبادة الجماعية، عجلة الموت اليومية، تحويل العراق إلى أكبر مقبرة جماعية بصور وأشكال مختلفة للقتل اليومي. من وجهة نظر قانونية، هل لهاتين الدولتين إيران وأمريكا حصة قانونية في المسألة، في التكييف القانوني، في المسؤولية القانونية تقع على عاتقهم كما تقع على عاتق من يرتكب هذه الجرائم بشكل مباشر، وهما الميليشيات، فرق الموت، المافيات، الجريمة المنظمة؟ المشكلة التي لدينا أن العالم يتعامل مع الدول، يعني القانون الدولي تتعامل مع الحكومات، والعراق يمثله حكومة اللي هي مكونة من عصابة مجرمة، ولكنها تدعي تمثيل الشعب العراقي وتمثيل العراق. وهذه تأتي من أن هناك عدد كبير، يجب أن نكون واقعين، هناك عدد كبير جدا من أبناء العراق ممن يؤيدون هذه العصابة، أما لأسباب مذهبية أو لأسباب مادية أو فساد أو لأسباب عرقية. هذه الميليشيات التي تتحكم في العراق لم تأتي من المريخ. نعم، يمكن وياها مجموعة من إيران ومجموعة من دول أخرى، ولكن في نهاية الأمر المشكلة التي يواجهها فقط على 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 قضية تأييد شعبي لهذه العصابات. نتذكر، خلينا نستذكر أنه ترى نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت عام 2018 لم تتجاوز 13%، يعني 83% مقاطعة و 17% مشاركة، وهناك من يتحدث أن المشاركة أقل. أنا على دراية أن العراقيين ما يأيدون هذه الميليشيات. نعم. ولا يأيدون الفساد. نعم. ولا يأيدون إيران، ولا يأيدون الحرامية، ولا يأيدون أمريكا. مشكلتنا الآن أن الساسة العراقيين. نعم. الذين يتولون الأمر سواء كانوا أحزاب سنية. نعم. أو أحزاب شيعية أو أحزاب كردية، سواء كانوا يأتون من المنطقة الغربية أو الجنوبية، هؤلاء الناس يدعون أنهم يمثلون الناس ويمثلون الشعب، وبالتالي تعطي نوع من الانطباع للعالم الخارجي حينما نتحدث مع الساسة الأجانب أنه يا أخي أنتم تشاركون في جريمة، في الجرائم التي ترتكبها الحكومة في العراق، لأنه أنتم كدول تبحثون عن مصالحكم، وإذا تعارضت مصالحكم مع حقوق الشعب العراقي فضلتوا المصالح، ولكن هناك حدود لما يمكن أن تقومون به. فيقول لك الرأي، هذه محاولة للفهم، أنا دا أعرض كيف يرى غيرنا هذه المشكلة. نعم، نعم. غيرنا يقول يا أخي أنتم الآن رئيس جمهوريتكم عراقي، رئيس وزراءكم عراقي، وزراءكم عراقيين، نوابكم سويتوا انتخابات، وهذول هم دي يبوقوكم، وهم اللي يقتلوكم، وهم اللي يذبحون ولدكم. طيب انتوا جايين تردون احنا نحميكم من منو؟ يعني احنا الان ما هو المطلوب؟ هذا دا اقول لك رأي الطرف الاجنبي غير. نعم. العراقي. نعم. حقيقة المشكلة هي مشكلة عراقية، والمشاكل العراقية انا في تقديري الشخصي وقد اكون مخطئ في ذلك، المشاكل الداخلية لا تحل إلا داخليا. نعم. لا تستطيع لا أمريكا ولا الأمم المتحدة ولا أوروبا ولا أحد يقدر يحل مشكلتنا. نعم، يستطيعون أن يساعدونا في حلها. أولا أن تتوقف هذه الدول، بريطانيا وفرنسا وأمريكا وإلى آخره، يتوقفون عن دعم الحكومة مع. نعم. العملاء والمجرمين. لكن إذا فكرنا قليلا
أمريكا التي تدعي معاداة إيران هي التي سلمت العراق إلى إيران. نعم. وبالتالي يجب أن نفهم الواقع الموجود. موضوع تصور أن هناك الحكومة مال الإمارات ولا مال السعودية ولا أي دولة عربية ولا الاتفاقية بين العراق ومصر والأردن للطاقة الكهربائية. نعم. هذه سرقة علنية. هذه الدولتين تريد من عندنا. إيران ده تسرقنا. هاي الدولتين تسرقنا وهاي الدولة العربية. الدول الأوروبية والدول الأمريكية. العراقيين يشردون يبيعوا لهم. يبيعوا لهم بأربع أضعاف السعر. والعراقيين يسرقوه. يعني ما مهم أنه اليوم اللي يسرقون نعم. للعراق هي أعداد قليلة مقارنة بالثلاثين مليون عراقي. نعم. لكن في نهاية الأمر بالنسبة إلى العالم، الأمم المتحدة الأمس انتخبت العراق في يصير بالمنظمة الدولية مال مكافحة الأسلحة الكيميائية. العراق ليس دولة، العراق فيه عصابة تحكمه، ميليشيات تحكم البلد، الناس لا تستطيع أن تقوم شيء. شبابنا دا يروحوا يوميا. نعم. دا يروحون الشباب مالنا لأنه ما عاد عندهم شيء غير بس أرواحهم يعطوهم. خلينا هاي نقطة أشكرك والله واضح جدا، نحيل هاي النقطة. خلنا نسمع أيضا رأي دكتور رافع. دكتور رافع، تحدث ضيفنا من لندن أستاذ صباح أنه العالم يتحدث أنه هذه مشكلة عراقية عراقية، والموجودين الآن في السلطة هم عراقيون، رئيس جمهورية عراقي، رئيس الحكومة وما إلى ذلك. أنتوا يعني ليس هناك من مشكلة، المشكلة بيناتكم. يعني دقيق هذا الكلام فعلا؟ فقط عراقية عراقية بدون أي أبعاد أخرى؟ لا طبعا، يعني مع احترامي الأستاذ صباح، يعني هو نقل وجهة نظر أستاذ دكتور، نقل وجهة نظر عندما يحاججون الآخرين. وجهة نظر نعم نعم، لكن هذه وجهة نظر غير حقيقية، لأنهم يعرفون جيدا أنه هذه هي وجهة نظر سياسية، لأنه سابقا كان بغض النظر ليس دفاعا عن أي نظام، لكن في عام 2003 قبله كان أيضا اللي يحكمون العراق عراقيين. لماذا لم يقولوا هذا الكلام؟ لماذا جاءوا وجيشوا الجيوش وعبروا؟ هناك تخريجة سياسية، هناك نظام سياسي يوفر لهم الخدمات، يوفر لهم مصالحهم، يحقق أهدافهم. هذا النظام الموجود في العراق يحقق أهدافهم. هم يريدون عراقا ضعيفا لأغراض تتعلق بوجود إسرائيل، لأغراض تتعلق بوجود المنطقة الرخوة، بكثير من الأهداف تتحقق بوجود هذا النظام الموجود في العراق، مو لأنهم عراقيين. يعني هذا التفسير تفسير يضحكون به على نفسهم ذول الأوروبيين والأمريكيين عندما يحدثون بهذا الشكل. لأنه ببساطة نقول لهم، ألم يكن النظام في العراق قبل 2003 وقبلها كانوا عراقيين يحكمون العراق، لماذا جيشتم العالم كله؟ هذه قضية، يعني ألم تقولوا أنه ينتهك حقوق الإنسان ويقتل الناس ومقابر جماعية؟ ما هذا الذي يحدث من عام 2003 لحد الآن؟ مقابر جماعية، إذا كان النظام السابق قد ارتكب يعني مقابر جماعية، الآن مقابر جماعية 10 أضعاف. إذا كان هناك هضم للحقوق، هناك هضم للحقوق كامل للعراقيين، هناك ضياع للدولة. لم تعد هناك دولة، كل الأنظمة انتهت، كل البنى التحتية انتهت. طيب العالم ما يعرف؟ هذه منظمة الشفافية العالمية عندما تصدر بياناتها وتقول أن العراق من أكثر الدول فسادا في العالم، هذه منو مسؤول عنها؟ البنك الدولي يعرف، والدنيا تعرف، والحكومات تعرف. عندما تكون العراق بغداد أسوأ عاصمة في الدنيا، ماذا يعني؟ عندما يكون الشعب العراقي أكثر الشعوب كآبة ومرضا، عندما يكون لحد الآن، دعني أقول لك، عندما بدأت الحملة للتلقيح بالعالم كله، التلقيح ضد كوفيد 19 كورونا، العراق بعد 4 أشهر ما يقرب من 5 أشهر من التلقيحات لم يلقح لحد الآن أقل من 1%. هل هناك دولة بالدنيا حتى في مجاهل أفريقيا تتعامل هكذا مع مواطنيها بهذا القتل المتعمد، وهو فيروس قاتل ويدمر الناس، والأعداد اللي تموت به بالعالم يوميا آلاف مؤلفة، كيف يتعاملون؟ إذن يعني هو العالم يعرف. دكتور اسمح لي دكتور رافع، إذا كانت المشكلة عراقية عراقية كما يقول الغربيون، إذن لماذا يعني المجتمع الدولي أو المنظومة تتدخل في كل مرة لإنقاذ هذا النظام عندما يثور عليه عراقيون، طبعا من مقاومة، من ثورة يعني ثورة 25 إشباط إلى ثورة تشرين؟ هذا يعني حقيقة أمريكا والمجتمع الدولي وقف مع هذا النظام ضد عراقيين آخرين.
لا هذه الحقيقة لو كان فعلا هذه واحدة من الأسئلة كثيرة. أنت يعني هذا الكلام الحقيقة اللي نقل الأستاذ صباح وهو حقيقة هم يتحدثون بهذا الشكل، لكن هذا غير واقعي. هم يحاولون أن يخدعوا الآخرين، يتصورون أنه لا عقول لنا فنصدق هذه الأقاويل، نصدق أنهم إنسانيون، أنهم يملكون من الإنسانية ومن الأخلاق ومن الاحترام للقوانين وحقوق الإنسان. هذه حقوق الإنسان والقوانين ومعرفينه واحترام حرية الإنسان، هذه كذبة كبيرة لا يتعاملون بها مع الشعوب ولا يفهمونها في شعوبنا. لذلك هم يفهمون مصالحهم، وهذا النظام يحقق مصالحهم وضعف العراق يحقق لهم أهدافهم. واضح، شكرا. دكتور رافع، العفو دكتور ثامر العلواني، إذا كانت الميليشيات والجريمة المنظمة وفرق الموت هي من تحكم العراق بيدها القرار السياسي والعسكري والقضائي والإعلامي وما إلى ذلك، إذن هذه دوامة القتل من سيوقفها؟ عجلة الموت اليومية في العراق من سيوقفها؟ المجتمع الدولي يدعم هذا النظام، والحاكم الفعلي في العراق والذي يمسك بتلابيب كل شيء هي الميليشيات، وهي التي المتهمة بهذا القتل العشوائي اليومي وفق الناشطين والمنظمات الحقوقية العراقية والعربية والدولية والقوى الشعبية والوطنية والناشطين والمتظاهرين. أخي الكريم، هناك تناغم متفق عليه مسبقا بطريقة مباشرة أو خلال السياقات أن الحكومة وأحزابها وميليشياتها هي تعمل ضد العراق من أجل مصالحها الشخصية وخدمة المشاريع الإقليمية والدولية المتمثلة أولاً بطريقة مباشرة بأمريكا وإيران ثم الباقين تباعاً. وبالمناسبة النتائج التحقيقية التي توصل إليها يعني بسبب هذه الجريمة مستشفى الحسين هو بسبب اسطوانات الغاز، عفواً الأكسجين، هي سبب الحريق. وهذا طبعاً سبب متوقع لأن الشماعة التي تخفي الحقيقة التي لا يتكلم بها أحد، أقصد دوليا، والتي لا تتكلم بها الحكومة وأحزابها، هم لا يتجرؤون أن يصرحوا بها لأن المشكلة الأساسية هي العملية السياسية. ولا يمكن للعراق أن يخلص من دوامة العنف ومن دوامة الجرائم المستمرة والإبادة الجماعية إلا بثورة عارمة تعم العراق جميعا للخلاص من هذه الطغمة الفاسدة التي سعت إلى تدمير العراق. هذه ما يوجد الآن من أحزاب وميليشيات هي ليس همها أن ترتفع بالعراق إلى مستوى يمكن أن يعيش العراق آمن مستقرا والدفاع عن سيادة العراق وسلامته، لا أبدا. هم هؤلاء جاءوا لتدمير العراق وخدمة المشروع الإيراني والأمريكي أولا ثم الباقين تباعا. وأقولها، لولا رحمة الله عز وجل ولولا لطف الله بالعراقيين ثق لوجدنا أن الحرائق أكثر مما هي، ولو وجدنا أن جميع مستشفيات العراق هي قابلة للاحتراق. أسباب احتراق المستشفيات والمؤسسات العراقية موجودة، ولكن رحمة الله عز وجل بالعراقيين أنه رحمهم، لأنه لا يوجد في كل مؤسسة عراقية سواء المستشفيات أو غير المستشفيات هي تخضع للسلامة الضرورية ولأنظمة استشعار الحرائق وغيره. شكرا لضيوفنا الذين كانوا معنا في هذه الحلقة التي شرفت على الختام، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، كان معنا عبر سكايب من عمان. وأيضا شكرا للأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا والذي كان معنا من العاصمة البريطانية لندن. أشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.